تحيتي، موعد جديد في المحقق مع سلسلة أشهر القضايا العربية. قضية باش نمشيو فيها للشقيقة المغرب اليوم، وباش نرجعوا فيها لسنة 2006 في واحدة من الفيلات متاع واحد من رجال الأعمال المعروفين في الرباط في المغرب، باش تصير جريمة بشعة وتفاصيلها ستكشف بطريقة ما كانوش المجرمة يتصوروا أنه موجودة هذه الطريقة. تشوفوا التفاصيل معايا في الحلقة متاعنا بالنسبة لليلة. قبل ما نجيو لجملة هذه التفاصيل، ما بقالي كان أني نذكر شكون فيكم لم يشترك معنا في القناة أنه يلتحق بجملة المشتركين، يقيم هذه الحلقة ويحط لي في التعليق شو قاعد يعمل هو يتفرج في حلقة أشهر القضايا من المغرب. وإذا كانكم حاضرين انطلقوا في تفاصيل هذه القضية الجديدة. إذن حكايتنا ليلة تنطلق من المغرب الرباط، وتحديدا من منطقة تمارح، وترجع بنا لسبتمبر 9 سبتمبر 2006. اتصال يجي لشرطة المكان من عند سيدة في كل حالاتها قاعدة تخبر في الشرطة بأنها دخلت لدارها تلقى رجلها مقتول. جملة من الطعنات متوجهت له وهو موجود فوق الفراش متاعه. تتحول الشرطة على عين المكان لتكتشف الحقيقة، وأن مانيش نحكيه على دار عادية ومانيش نحكيه على شخصية عادية، وإنما نحكيه على واحد من أعيان المنطقة، نحكيه على علي كما باش نسميه. المرحوم سي علي هو واحد من الأثرياء متاع المكان، ينشط بالأخص في عالم البي تي بي والبناءات والعقارات. وسي علي عنده فيلا كبيرة برشا فيها 3000 متر مربع، بل أنه المكان اللي تلقى فيه هو عبارة على جناحه الخاص في هذه الفيلا، واللي هو عبارة على شقة في وسط الفيلا يسكن فيها هو وحده. طبعا بعد نفسر لك شنو معناها هو وحده. تلقى علي فوق الفرش متوجهت له عدة طعنات، تقرير الطب الشرعي باش يقول من بعد أنها 67 طعنة. أسئلة كبيرة عند الشرطة، خاصة وأنه لقاوا أنه مسرح الجريمة غام الماء، كان الماء يمشي من السل دوبان، وكان المكان بكله مغموم بالماء. ربما طريقة استعملها المجرم ولا المجرمة لمحاولة إخفاء شيء ما. انطلق التحقيقات. مش انطلق بتبيعة كما ديما نقولكم في هذه القضايا، التحقيقات أول ما تشمل الأقارب المقربين من الضحايا، وهنا مش تنطلق التحقيقات مع السيدة راضية، هذه كما باش نسميوها، اللي هي زوجة علي، اللي هي اتصلت بالشرطة، واللي الشرطة باش تسألها على مكان وجودها وقت الحادثة، وين كانت، يا أخي ما كانتش مع رجلها، شبي رجلها وحده، باش تقول لهم أنها ما كانتش في الدار، وأنها كانت في مدينة أخرى، وأنها هي وبنتها اتصلوا بزوجها ولكن دون جدوى طول الليل، وذاك علاش على الصباح جاءوا لتفقدوا واكتشفوا الجريمة. ثبت الشرطة وتكتشف أنه كلام السيدة راضية فعلا صحيح، وأنها بإثباتات الاتصالات والتليفونات ما كانتش في تمارا وكانت في منطقة أخرى، وأنها ما عندها بالتالي حتى علاقة بهذا الموضوع. لكن قبل ما نمشي أكثر في تفاصيل هذه القضية، يلزم قدم لكم شوية هذه العائلة باش نحاولوا نفهموا شنو اللي صاير في وسطها. بما أنه
سي علي هذا كما قلت لك يعيش وحده في جناح تقريبا في الفيلا نتاعو، يعيش فيه وحده، يعني فيه سهريات وقعدات ويجيب فيها اصحابه وصاحباته. زوجته السيدة راضية هي زادة عندها جناح عملهولها في هذه الفيلا واللي هي تقريبا تسكن فيه، يعني نجم نقول لك انهم تقريبا عايشين مع بعضهم من غير ما يكونوا عايشين ياسر مع بعضهم. داير هما مازالوا كيرجعوا يسكنوا مع بعضهم بما انه في وقت ما طلقوا وبعد عاودوا رجعوا لبعضهم. هما عندهم 5 صغار، 4 بنات وليد. ملي كبروا صغارهم وهما بيدهم عرسوا وشافوا حياتهم، داير 4 فيهم موجودين خارج المغرب كلهم تقريبا معرسين، الا البنيه الصغيره ما زالت تقرا في احدى الدول الاجنبيه، وواحده برك ما زالت معاهم في المغرب اللي هي كانت مع امها واللي هي طبيبه نساء موجوده في المغرب. ملي دونك قلت لك كبروا الاولاد وعرسوا كذا، البو لم امورهم ما عادش ولا بد. النتيجه كانت الطلاق، طلقوا وسي علي باش يتزوج بسيدة أخرى، ولكن الأمور باش تكون سريعة جدا. بعد عوايم من العرس باش يطلق هذه السيدة ويعاود يرجع لمرته. ولكن رجوعهم لبعضهم عمره ما كان صافي، عمره ما رجعت المياه لمجاريها، وبالتالي كل واحد فيهم كان يسكن تقريبا على انفراد في هذه الفيلا الشاسعة. هذه وضعية هذه العائلة وهذا المنزل اللي صارت فيه الجريمة. بالنسبة للمحققين بعد ما أقصاوا الفرضية متاع الزوجة وتأكدوا من أنها لم تكن على عين المكان، بدأوا يحبوا يفهموا شنو اللي صار إذن بالضبط في هذا المكان في مسرح الجريمة، باش يكتشفوا أنه فما برشا حاجات مفقودة من الدار، وبالتالي العملية الأقرب أنها تكون عملية سرقة. وفعلا ذلك ما ستؤكده راضية. راضية بتقول لهم راو مازالت الدار كي تعرضت للسرقة، رانا أيامات التالي تعرض المنزل ونفس هذا الجناح متاع راجلي للسرقة، وبالأمارة رانا من وقتها راجلي باش يقوم بوضع كاميرات مراقبة، كاميرا مراقبة في الجناح، حاجة اللي الشرطة ما كانش في بالها به. خاطر الحق من النادر أن الواحد يركب كاميرا مراقبة في فرشه، وهذا اللي عمله سي علي، حتى كاميرا مراقبة في بيته في الجناح متاعه، كاميرا مراقبة تحط مباشرة تراقب في الفرش متاعه وما يحيط به، ركب هالكاميرا اللي صارت له عملية السرقة الأولى. الشرطة ما كانش في بالها بالهدرة،
كاميرا المراقبة توري كيفاش دخلوا زوز للمنزل متاع علي والبيت تحديدا مش واحد برك، وتوجهوا له مباشرة ومباشرة انهالوا عليه بالضرب. ثم من بعد وكتشوفوا كأنه فما كي الضوء شعل، هذاك في الحقيقة الضوء متاع التلفزة اللي كانت طافية، ولكن المجرمة كي نقزوا فوق الفرش متاع الضحية نزلوا على الكوموند متاع التلفزة والتلفزة تحلت، فبالتالي ولا كأنه فما الضوء في الغرفة. مجموعة من الضربات الطعنات باش يوجهوها المجرمة للضحية، ثم من بعد باش يعاودوا ويرجعوا له ويبداو واحد شاد وواحد ماشي جاي على بلاصة. شنو هي هالبلاصة هذه بالذات؟ شكونهم هالمجرمة هذوما اللي نحكيوا عليهم؟ وكيف ستتمكن الشرطة من الإيقاع بهم؟ هذا اللي نشوفه تفاصيله في الجزء الثاني من حكايتنا لليلة.